جسر النصر في محافظة ذقار متروك منذ سنوات دون أن يتم تعميره وتصليحه. هذا الجسر يربط بين محافظتي ذقار وواسط وتسبب بحوادث كثيرة للمواطنين، ويتساءل المواطنون أين دور الحكومة المحلية والبرلمان ولماذا إهمال المشاريع الخدمية. دعونا نشاهد. هذا جسر النصر صار له أكثر من 10 سنوات هذا حاله. هذا تشوفونه سايد واحد كريم، صور للسايد واحد ذهاب وإياب. وش صارت حوادث هاي برقبة مياس ياسين. هسه أنت عاد عبد المهدي، أنت هاي منطقتك، هاي قضاء النصر هذا أو ناحية النصر، وهذا الجسر شوفه جسر النصر اللي يربط بين الوسط والجنوب، بين الناصرية وواسط. هذا الجسر شوفونه وسايد واحد. زين أنت من الناصرية، عاد عبد المهدي رئيس وزراء من الناصرية، أمين مجلس وزراء من الناصرية، برلمانيين عندكم، مجالس محافظات الشكل أدشقت، يخلونكم بصمة. يا خلوكم بصمة، صار 14 سنة 15 سنة كل شو ما سويتوا إلكم الأحزابكم، خلوكم بصمة العالم تذكرها تقول هذا الجسر مو بناء. اسمع كريم، مو بناء، ترميم. تقول هذا ترمم بعهد عادل عبد المهدي، بعهد البرلمان فلان، بعهد السياسة فلان. تجي حكومة وتروح حكومة والوضعية هاي، طبعا هاي كل محافظة، بس احكي أنا اليوم لأن أشوف حوادث صارت. خلنا نحكي كافي سكوت. بعد يا رئاسة الوزراء، يا مجلس المحافظات، يا مجلس النواب، عيب والله عيب، بالقرآن عيب. عم خلي العالم تذكركم بخير، خلي الناس تقول عليكم سوالهم فتشي. لا مدرسة، لا مستشفى، لا تبليط، لا مجسر. ترميم ما جسر ما سوونه، ترميم هذا ترميم، وهاي صار 10 سنوات العالم سايد واحد وحوادث. ما تستحون، مو كافي، مو كافي. احنا مناطقنا الجنوبية آمنة يا أخ، ما عندنا شيء، لا عندنا إرهاب الحمد لله وشكر، مناطقنا آمنة. ولا سويت لكم مدرسة، ولا سويت لكم مستشفى، ولا سويت لكم شيء بخير. بس الشهداء ايش قد انطت المناطق الجنوبيه الشهداء بالجمله، والجسر ما تسوونها. شوفها سايد واحد هذا غياب سايد واحد وحوادث. هاي رساله للاعلاميين، طبعا كل شريف يشوفنا خلي يوصل صوت، واللي مصادق عادل عبد المهدي مصادق برلمان خلي يسوي له تاك. كاف عيب، ترى عيب. تجي ناس حفاي مجالس محافظات، والله نعرفهم حفاي، برلمانيين حفاي، سنه سنتين صار ملياردير وكتب هذا من فضل ربي.